عندنا حالة طوارئ، اعملوا التجهيزات. افتح اوضه العمليات، اطلع الحقن والادويه من الثلاجات. الحالة في عربيه على الصحراوي جات لنا اشعارات. اطلع الحقن والادويه من الثلاجات. هنمشي على الخطه حسب التعليمات. اطلع الحقن والادويه من الثلاجات. شيلوها من وشي ودوها ثلاجه الاموات. عربية ذكية مزودة بخدمات للرعاية الصحية عملتها شركة صينية بتصنع السيارات الكهربائية، ناوية تنافس بيها مرسيدس بنز وبي ام دبليو الألمانية. العربية مطورة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عشان تراقب مؤشراتك الحيوية ولصحتك تراعي. العربية فيها مستشعرات ذكية وأجهزة إنذار هتتدخل تلقائيا من غير ما تفكر ولا تحتار، هتقف وتركن نفسها قبل ما المريض يروح فيها وينهار، وتبعت للدكاترة اللي في الشركة فورا إشعار. يا سلام، هي دي الأفكار. اكتبوا لنا ميزة تتمنوا تكون في العربيات لو في ايديكم الاختيار.